على بعد 120 كيلو من القاهرة خرج أساطير في كل المجالات والفنون. في الدقهلية اتولد مشاهير وسياسيين ووزراء وكتاب عظام. من هنا خرجت أم كلثوم وأنيس منصور وعادل إمام. وفي الكورة قدمت الدقهلية أساطير ونجوم زي ميم الشربيني ومحمود الخطيب وكتير وكتير من اللاعبين والموهوبين. لكن في نادي المنصورة استمتع عشاء الكورة بفريق برتقالي كمل الأسماع والأبصار، فريق قدر يحفر اسمه في سجلات التاريخ وقدم لمنتخب مصر نجوم من ذهب. كان من بينهم حارس عظيم اسمه سطوحي. سطوحي حارس المنصورة ومنتخب مصر، سطوحي نجم المنصورة وأحد رموزه الكبار اللي جينا نزوره علشان نقوله شكرا من القلب. وزي ما قالت شادية: وديني يا قطر المنصورة على البلد الحرة المشهورة. وديني يا قطر المنصورة على البلد الحرة المشهورة. لو عندي كلام ومعايا كلام، لو عندي كلام ومعايا كلام، من كل مكان للمنصورة. وديني